اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير الملك الديان الغني العلي قوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الموالي بفضله على جميع خلقه على مر الزمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان. سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت. وإذا بطشا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحانه سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان من يعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي ويبقي ويفني وينقب ويبني كل يوم هو في شان. يرفع أقواما ويضع آخرين قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سبحانه خلق الإنسان علمه البيان مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ. من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. ابن آدم ابن آدم نبكي على الدنيا نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا
اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثرى فحواه لحظ ضيق؟ خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ المتكبر؟ من الخالق؟ من من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من العليم؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من القدير؟ من الوكيل؟ من المقيت؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من وقائدنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عندما امر الله تعالى الامة الاسلامية بما فيه خيرها وصلاحها قال: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. اصلحوا ذات بينكم، اصلحوا ذات بينكم. اذا اردتم ان ينزل الله عليكم النصر والسكينة فاصلحوا ذات بينكم. اذا رأيتم دولتين اسلاميتين في حال نزيف دموي عنيف فاصلحوا بينهما، اصلحوا بينهما. لا تضعوا على النار بنزينا، انما ضعوا على النار ماء لتطفئوا. يا امة العرب، يا امة العرب، يا من تقفون موقف المتفرج على نزيف الدم، اصلحوا، اصلحوا، اصلحوا ذات بينكم. اصلاح ذات البين افضل عند الله من الصلاة والصيام والصدقة والحج، افضل من صلاة النوافل وصيام النوافل وزكاة النوافل وحج النافلة. اما قصيرة ذات البين فقد قال الرسول: هي الحالقة، لا اقول تحليق الشعر وانما اقول تحليق الدين. ولقد القيت نظرة على امة الاسلام فوجدتها تعيش اسوأ ايامها، اسوأ ايام تمر بالامة هي تلك الايام. نزيف دموي رهيب في سوريا، نزيف لا يقف ليلا ولا نهارا. رفعة اسد، شقيق حافظ اسد، ومدير سرايا الدفاع، وسفاح الشام الاول. اتدرون ماذا قال رفعة اسد وقد عقد مؤتمرا قال فيه بالحرف الواحد: كان في سوريا ثلاثة، قضينا على اثنين ما
وحزب البعث قضينا على الله وعلى الاسلام ولم يبقى الا حزب البعث. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذه سوريا وانا اسوق هذه العبارة التي نطق بها ذلك الطاغية السفاح اهديها الى رئيس علماء السعودية اقول له ايها الشيخ الجليل ما رأيك في هذا الكلام واخص رئيس علماء السعودية بالذات لانني اعلم ان حافظ الاسد عبد من عديد حسنات السعودية يعيش على مالها يعيش على مالها وعلى ريالاتها امثل هذا العبد نقدم له المال العبد الذي ادعى انه قضى على الله قضى على الله لا اله الا الله لا اله الا الله وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبتناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كان فرعون يقول هذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه وبينما هو بين معطرة الامواج اذ قال غشني يا موسى فلم يغش موسى فقال الله لموسى يا موسى استغش بك 70 مرة فلم تغشه وعزتي وجلالي لو استغش بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه عليم شديد نزيف دموي اسلامي رهيب يجري على ارض سوريا. اذا انتقلنا الى لبنان رأينا نزيفا دمويا فلسطينيا اسلاميا يجري على ارض لبنان بأيدي النصارى.